الشيء الثاني اللي انا بالنسبه لي دائما بذهلني بالتونس عموما، انه اذا بتيجي مسرحيه الجمهور معبي الصاله، اذا بتفوت على فيلم ان شاء الله الساعه 12 الظهر بتلاقي الجمهور معبي الصاله. انا رايح على مهرجانات، ومهرجانات تعتبر مهمه، يعني من اللي عندها اسماء، يعني مش كيفس بس اسم، مهرجانات مهمه يا عمي. بتفوت القاعه فيها ثلاث اشخاص، فعليا ثلاث اشخاص، يعني العرض ممكن يقول لك وقف لي اياه بدي اروح الحمام وارجع لانه لحاله بيكون. بس هون جمهور تونس الحقيقه عن من اكثر الجمهور اللي انا شفته عنده جوع للمنتج الفني الثقافي الفكري بشكل عام، وهذا شيء عظيم. ومشان هيك لما بتبلش تحلل انه لما بلش يصير في حركات مقاومه سياسيه، اول بلد في العصر الحديث تحرك هو تونس، وهذا مش شيء غريب، يعني تابع لطريقه تكوين هذا الشعب وعقليته وثقافته ومنطقه بغض النظر عن طبقته الاجتماعيه صحيح. ولا درجه تعليمه ولا كذا، في شيء بالدم له علاقه بالمبادره، له علاقه بالمشاركه، له علاقه بالتفاعل. التفاعل كلمه تفاعل كثير مهمه، هو شعب بحب يتفاعل وهذا شيء كثير حلو.